ما هي حقيقة الحجر الأسود في مكة ومما يتكون؟ علميا، ما هو الحجر الأسود؟ هو حجر من نوع التكتيتس الذي يتميز بلونه الأسود المائل للخضراء، أو في بعض الأحيان يميل للون البني أو الرمادي، وقد يعرف هذا الحجر باسمه الثاني وهو الزجاج الطبيعي. ينتج هذا النوع من الزجاج عندما يضرب نيزك الصحراء، فالصحراء مغطاة بالرمال التي هي في الغالب مكونة من رمال السيليكا أو رمال الكوارتز. يسبب ارتطام نيزك صغير في الصحراء انفجارا هائلا بقوة انفجار هيروشيما النووي أو أكبر، ويخلق حفرة كبيرة جدا. لحظة الارتطام تسبب الحرارة الهائلة الناتجة عن قوة الانفجار، انصهار الرمال، وخلق حجر التكتيك أو الزجاج الطبيعي. في بعض الأحيان يطلق عليها اسم الرمال المحترقة. أجريت العديد من النقاشات حول طبيعة الحجر الأسود في الماضي، فقد وصف على أنه مجموعة أحجار مختلفة مكونة من البازلت وقطعة من الزجاج الطبيعي ونيزك حجري. نشر بول باتريتش الذي كان مسؤولا عن الأحجار الكريمة في الإمبراطورية النمساوية المجرية أول تقرير شامل عن الحجر الأسود سنة 1857، والذي قال بأن أصل هذه الأحجار نيزكي. وجد روبرت ديتوز وجون ماكهون في سنة 1974 أن الحجر الأسود كان في الواقع من السيليكا. بعد معرفة طبيعة الحجر الأسود، بقي علينا اكتشاف موقع ارتطام النيزك في صحراء العرب، وهذا بالفعل ما قام به المستكشف البريطاني هاري سان جون سنة 1932 في رحلته في صحراء الربع الخالي بحثا عن مدينة وبار الأسطورية. لم يجد جون المدينة، لكن ما وجده كان أهم، فقد وجد موقع اصطدام النيزك في الأرض، والمدهش أن تلك المساحة الشاسعة كانت مغطاة بقطع من الأحجار السوداء تتراوح أحجامها من حصى صغيرة إلى قطع بحجم سيارة. أشارت الدراسات اللاحقة إلى أن سرعة النيزك كانت تقريبا من 40 إلى 60 ألف كيلومتر في الساعة، وكان بوزن أكبر من 3500 طن، ما تسبب في انتشار وبعثرة الأحجار السوداء المتكونة إلى أماكن متفرقة. جاء التأكيد سنة 1980، إذ قدمت أليزابيث تومسون من جامعة كوبنهاغن ورقة بحثية بهذا الخصوص، فقد أشارت الورقة إلى أن الحجر الأسود هو جزء من الزجاج أو حجر متحول من آثار نيزك سقط قبل حوالي 6000 سنة في منطقة الوبار في صحراء الربع الخالي الذي يبعد 1100 كيلومتر شرق مدينة مكة. التماثل بين تركيب الحجر الأسود في مكة وبين الأحجار السوداء المتبعثرة في موقع الاصطدام كبير جدا، فكل منهما مكون من زجاج السيليكا الممزوج ببقايا عناصر النيزك من الحديد والنيكل. الجدير بالذكر أن الحجر الأسود في مكة ليس قطعة متماسكة واحدة، بل مجموعة من أحجار صغيرة ملصقة ببعضها، حوالي 12 أو 13 قطعة صغيرة بحجم التمرات. وهو يعني أن الحجر عبارة عن حصى صغيرة وليست حجرا واحدا. ولكن كيف وصل هذا الحجر المجمع إلى مكة؟ قبل الإسلام كان لكل قبيلة كعبتها الخاصة والتي تحتضن حجرا أسودا، وكان الطواف حول كعبة القبيلة 7 مرات، وتقبيل الحجر الأسود جزء مهم من تقاليد القبائل، كما كانت تلك الكعبات مؤشرا لأهمية القبيلة. فالقبيلة التي تملك كعبة تؤمها أعداد كبيرة هي أرفع مكانة من مثيلتها التي تملك كعبة شبه مهجورة، وكانت الكعبة التي ترجع لقبيلة قريش من أهم كعبات جزيرة العرب، انعكاسا لمكانة القبيلة وأهمية مكة التجارية. أشهر كعبات الجزيرة قبل الإسلام بعد كعبة مكة كانت كعبة بن ثقيف، بيت ثقيف، وكعبة بيت اللاتي، وكعبة نجران، وكعبة شداد الأيادي، وكعبة ذي الشرى، وبيت القيصر، وبيت رضا، وكعبة رحيم، وبيت العزى، وبيت ذي الخصلة. المهم أنها تشترك جميعها في صفتين أساسيتين، فجميعها أبنية مكعبة وجميعها أطر لأحجار سوداء، وهذه الأحجار السوداء هي أحجار نيزكية. ومما لا شك فيه أن هذه الأحجار هي بقايا النيزك الذي اصطدم بالأرض قرب منطقة وبار. هذا النيزك هو سبب وجود الكعبات المختلفة قبل الإسلام. فكما يخبرنا التاريخ أن البشر في جميع أنحاء العالم بما لديهم من معتقدات مختلفة
قدسوا الشهب والنيازك، فعلى سبيل المثال تم العثور على النيازك عند القبور الهندية في الولايات المتحدة، ما يوحي بأنهم كانوا يقدسونها. نجد أيضا أن الإغريق قدسوا النيازك، وهناك حجر في معبد أبولو في دلفي، واحدة من أهم المواقع الدينية اليونانية، وكما تقول الأسطورة أن هذا الحجر جاء بسبب أن الإله كرانوس قد التهم 4 أبناء، وعندما ولدت ريا زيوس خدعته وأعطت له الحجر بدلا من زيوس الذي شرع بابتلاعه. ثم اكتشف كرانوس أن حجر فرماه أنه حجر فرماه من السماء إلى الأرض، وهذا المكان يعد مركز الأرض الذي أصبح موقع معبد أبولو. تلك القصة مشابهة تماما لقصة الحجر الأسود أو الكعبة في الإسلام، وخاصة مركز الأرض هذا. فالحكاية تقول أن جبريل أعطى الحجر إلى إبراهيم ليقوم ببناء بيت لربه.